قوة الإرادة تلعب دور كبير للتغيير في حياتنا. إرادة التغيير شيء مهم عند اتخاذ القرارات. عندنا القدرة على اتخاذ خياراتنا الخاصة، بس لازم تكون هذه الخيارات بمسؤولية. كثير مننا ضحوا وتعبوا وثابروا عشان نفتح الأبواب للجيل الجديد، ومن أحد الشخصيات اللي جدا أفتخر فيها وتابعتها خلال السنين هي هالة، لأنها زيي شخصية راحت ورا أحلامها. أثبتت إنه بإمكاننا تحقيق طموحاتنا، بس لو يكون عندنا القناعة إن نروح وراء أحلامنا. عشان كده أنا مرة مبسوطة إني حقابل هالة اليوم. السلام عليكم. هالة أخيراً نتقابل. كيف حالك؟ بعد كل السنين. من جد. شكراً على الاستضافة. مبسوطة جداً على الجيم. الحمد لله أنا مرة مبسوطة. سألك كم سنة في هذا الجيم؟ في هذا الجيم صار لي 3 سنين. لقد ما سمعت عنك، أيوة. وقد ما I know about you، ما أعرف إيش كان السبارك، البداية. زي أنا كثير ناس يعرفوا عن إيش وصلت، بس أيوة. ما حد يعرف عن أبداً. فين بدأت، فقولي لي أنت. هذا سؤالي ليكي. أنت أبدأي. أنا بدأت أدرب البنات من بيت أمي، يعني لما رجعت من أمريكا. طبعاً أنا طول حياتي وأنا بعمل مارشال آرت، فأمي اللي قالت لي إيش رأيك تعلم البنات وتدرب البنات موي تاي. في البداية طبعاً كان شخصين بس، وفي ذاك الوقت طبعاً السوشيال ميديا فقرت، ما كان فيه، فكله كان كلام الناس. اللي يعجبني فيكي في قصتك إنك بغض النظر عن أنت أم ولا لا كملتي طريقك، وكمان أخذتي طفلك وأنت جبتيه في حياتك. لأني أم أبغى يعني أعمل شيء لولدي وللجيل الجديد. كمان مو بس كده، أحب أعلم وأحب أشوف التغيير اللي يحصل بالبنات مع البنات لما يبدأ ثقة، يعطيهم ثقة. الثقة هذه أهم شيء. اليوم لما يقولوا لي يعني أنت اللي بتسوي، أنت حاسة بالأفكت اللي عندك، اللي عندي إياه للمجتمع، لسه ما بفكر، لسه ما بستوعب، بس بقول إني إذا أقدر أغير واحدة تفكير واحدة. أقول نفس الشيء والله. أنا أقول نفس الشيء. لو أقدر أغير قلب واحد وعقل. يا. هلا تصدقي قد ما سويت أشياء غريبة. غريبة. عمري ما جربت actual boxing. إيش؟ يعني اشتريت gloves مرة وكذا بس ما عمري رحت. طيب يلا لازم نجرب. يعني ما أعرف إيش حيطلع مني بس أوكي. يلا. لما يكون اختياراتنا فيها شغف ومسؤولية، مرات تلاقوا الدعم من وجهات ما تتخيلوها، وبسبب شغفنا بإمكاننا إلهام الآخرين. كده يكون حققنا دورنا. أنا أول ما دخلتها بس عشان نفسي. أنا كنت أبغى to get back into shape. كنت أبغى أحط ال transformation حقي اللي حيحصل. تبي you wanna share it مع الناس. تبغي. وقلت إنه إذا في الوقت اللي أنا بحط الترانسفورميشن حقي على السوشيال ميديا، إذا أحد قال واو شوفي هي تقدر تسوي، يمكن أنا أقدر أسوي. قلت أوكي great. أحس هذه مسؤولية. أيوة. أحس طبعاً. responsibility. أحس طبعاً. أنت أو أنت كشخص عنده بلاتفورم تقدري تلهمي فيه الجيل الجديد. صح. تأثري فيه الجيل الجديد. أنت مسؤولة. صح. أو أنت مسؤولة عن إيش تحط، الطريقة اللي تعيشيه، المستقبل اللي انت تعيشيه يبدا بخيارك، انك انت تختاري هذا الطريق بيدك. زيي هالة اختارت تحقيق احلامها، وانتوا بايديكم تحقيق احلامكم. قولوا لي عندكم العزيمه الكافيه؟